السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. اليوم هنا في وكالة مرسيدس، جاي نخلص كذا سيارة الحمد لله، وبرضه لان جاء كذا طلب على كذا سيارة، فجاي نشوف المواصفات والأسعار. طبعا في 2019 فيه أصفار سيارات جديدة، وبرضه فيه مستخدمة من 16-15، برضه فيه الاس 450، فيه الاس 550، فيه الاس 560، طبعا في برضه السي كلاس والاي كلاس، توفر جميع الانواع. اي احد عنده اي طلب او اي استفسار يتواصل معنا، وباذن الله يبشر بعزه. الشيء اللي اكتشفته في كثره الطلبات من الخليج، لان الاسعار تكون منافسه جدا، يعني سعرها مشتراها من هنا مع العموله مع الشحن مع وصولها هناك وجمركاتها دفع الضريبه والجمارك، فرق كثير عن الخليج اوفر.